لك عجة غير امك تموتك هالحين. انا خلاص امه امسحي كمان مرة. ما رح امسح كمان مرة. في الجبل من غير شو اللي بصير هنا؟ هذا مش اللي انت بتفكري فيه، هذا الشاب من التعليم ود ولي له بالحياة ما يتصل معك بعد. قديش وقت؟ وعشان ايش؟ عشان شاب من عيلة ثانية؟ هبة هبة قولي لي ما كفن الفضايح اللي سويتيني اليوم؟ امشي على البيت. أنا بحبه. انسي الموضوع. هو راح يقص راسي. هو ما راح يقص راسك. أنا كمان كنت بقص راسي لو كنت رح تتجوزني حتى لو ما كان ليلى راس. ليلى راح تتجوز. من كل شباب البلد ما لقيت غير منير؟ أنت انتبهت على بنتك مرة؟ أنا ما كان في حل ثاني. دائماً في حل ثاني. بلك تفتحي عيونك مرة واحدة وتشوفي إيش بيصير حواليكي؟ عيوني مفتحات، صدقيني مفتحات.